رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد. مش هقول عليه دور وداير، هو كاس وداير الحقيقه. يعني الصيف خلاص ودع والشتاء دخل، فجاه ننام نقوم مناخير دي مسدوده، الصوت محشرج، حكه هنا او احتقان هنا غير طبيعي، والغريبه ان الاعراض واحده وعند ناس كتير جدا. ده راجع لايه؟ هل بس لتغيير الجو ولا ليه اسباب تانيه؟ منورنا ومشرفنا النهارده، طليته كانت وحشانا، دكتور مصطفى حامد استشاري امراض الصدر والبطنه والمستشار الطبي لشركه AMD. ازيك يا دكتور؟ يعني ما تطولش الغيبه بعد كده. لا ما اقدرش. قول لي بقى الكاس اللي داير ده ايه الدنيا؟ بصي، احنا طبعا الشيء المسلم ليه ان دايما في اي انتقال فصول بيبقى في لخبطه كده في جسمنا، حتى في هرموناتنا، في كل حاجه بيبقى في لخبطه معانا، وبرده الجهاز المناعي بيبقى فيه لخبطه جامده جدا بالنسبه لنا. طب ليه؟ انا عندي فيه تغيير فصول، الصبح بيبقى حر وبالليل بيبقى ساقع. دي نقطه، يبقى انا ما بقتش عارف اتقل ولا اخفف. دي نقطه. النقطه الثانيه، في فيروسات كتير جدا وبكتيريا بتنشط بطريقه غير عاديه اثناء انتقالات الفصول. النقطة الثالثة كمان، ان انتقالات الفصول دي بتبقى مصاحبة للتجمعات بتاعتنا، وبالذات خصوصا المدارس والجامعات والشغل كده كده ماشي طول السنة. فإذا عندي ثلاث حاجات مش في صالحي، واللي بيزود الرابع عليهم كمان مش في صالحنا، ان احنا بنضطر نروح الصيدلية او ناخد مضاد حيوي، ممكن ناخد واحد واثنين وثلاثة على اساس كل ده ان احنا عايزين الشفاء. لا، ويقول لك انا عايز الحقنة اللي هي هطلع بتاعت البرد، اعرق انام، انا هقوم مزبوط زي العسل. واحنا اتفقنا ان الكلام ده كله مش صح والكلام ده كله غلط. يعني كلمه مضاد حيوي، وانا اذكرها لحد امبارح، ان في مريضه ليا بتقول لي انا مسافره في دوله ما عربيه، فبتقول لي انا عايزك، كتبت لها اسم مضاد حيوي بالنسبه لها، قلت لها جيبيه. الشيء اللي عجبني في الموضوع ان انا لما راحت تصرفه من الصيدليه قال لها اسف، لابد من بريسكريبشن دكتور. احترمت الموضوع ده جدا، واضطريت كتبته لها على روشتة وبعته لها بوسيله ما. طيب، احنا دلوقتي عملنا الكلام ده دليل على ان المضاد الحيوي شيء ما بيفيدنيش. طب ايه اللي يفيدني؟ ما هو لازم حاجه مكان حاجه. من هنا ظهرت نقطه جهاز المناعه بتاعي. ما انا باخد مضاد حيوي عشان جهاز المناعه بتاعي ضعيف، او عشان مش قادر على الميكروب او الفيروس. يبقى هنا لابد ان افكر في الجهاز المناعي. هفكر في ايه؟ في الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. يعني الكولوسيز، الكولوسيز اشمعنى؟ ما هو لازم يبقى ليه فايده. حضرتك بتقولي انا بشتكي ان في ارتشاح متكرر في منطقه الانف، او اكلان في منطقه الجيوب الانفيه، زائد زوري بيوجعني، زائد في وجع وانا ببلع الحاجه بيبقى كذا، او اصحى من النوم الاقي في وجع برضه في زوري لما اجي ابلع ريقي او الكلام ده كله. طب هيفيدني في ايه الكولوسيز في النقطه اللي زي دي؟ رقم واحد، انا لما بقى اخلي هدف قدامي ان انا بزود قوه الجهاز المناعي، فما بزودوش بس على التعب او الميكروب، لا ده انا بزوده على كل حاجه على اللي بتقابلني خلال السنه كلها. اوكي. فنقطه فيتامين زي فيتامين الف، احنا اتفقنا ان كل واحد فيهم قايم بدور. فيتامين الف مهم جدا في الكولوسيز، قايم في قصه رقم واحد، عندي فيه اغشيه مخاطيه، بيخترق الاغشيه المخاطيه دي الفيروس او البكتيريا او الفطره او ايا كان هو ايه، عن طريق الانف او العين او الفم. الثلاث حاجات دول اخترقهم سهل؟ ذات نفسه انا لما اجي اتكلم مع حد والشخص اللي قدامي يبقى حامل ميكروب او حامل مرض او فيروس معين، مجرد انتقاله عن طريق التنفس هو هيخترق الاغشيه المخاطيه. طب مين اللي يقف حائط الصد؟ فيتامين الف. هل بيمنعه؟ بيصعب عليه المهم. يعني ممكن يخترق وممكن وممكن لا. لكن في حاله ثانيه، لاحظ ان في ام تيجي تشتكي تقول لك يا دكتوره انا لسه ماشيه من عندك ما كملتش يومين وابني رجع سخن ثاني. ما هو انا دلوقتي عندي احمد ومحمد ومحمود. احمد تعبان بفيروس ما او بكتيريا ما، عيا محمد ومحمود. طب ما هو جه محمود في مره بفيروس تاني اتحور او اتغير تشكيلته الجينيه، والدكاتره هنا بتتظلم، يقول لك الدكتور ده مش شاطر اداني دواء ما المشكله تبقى في المناعه اصلا. ممتاز. عشان كده انا عايز اركز في النقطه دي، ويمكن الكولوسيز وقته دلوقتي، يعني انا بقول انه مهم جدا جدا، سواء كان بقى ان حد هيخاطب عقلي بقى ويقول ده في فيروس كورونا جاي جديد، ده في مش عارف ايه جديد، ايا كان. انت خلي جهاز المناعه عندك قوي. فيتامين زي فيتامين د، كلنا بنقدر نستحمل زورنا اللي تعبنا، بنقدر نستحمل الجيوب الانفيه لما تبقى ملتهبه، ولكن لما تبدا تكح او تبدا تقول لك لا ده انا في مخاط بيبدا يتحرك او بلغم في صدري وعايز اخرجه، لا الموضوع ده لازم اروح للدكتور. انت كلامك مظبوط، انت خفت. خفت من ايه؟ خفت من يحصل لك التهاب رئوي، او خفت من يحصل تلوث في الدم. فبالتالي فيتامين د
وغالبا عن 80 ل 75% من المصريين فيتامين د قليل عنده، مع اننا بلد مشمسه لكن قليل. طيب واحنا داخلين على الشتاء يعني هنبدا نلبس تقيل، يعني مفيش تكوين او هيقل مش بنتعرض للشمس بشكل كافي عن طريق الجلد، صح كده؟ مظبوط. يبقى اذا انا محتاج اخده عن طريق اورال، عن طريق الفم. كولوسيس في النقطه دي هيفيدني؟ اه هيفيدني. ازاي؟ لما احس نسبه فيتامين د عندي يبقى انا كده حميت منطقه الجهاز التنفسي السفلي اللي انا بخاف منها، البعبع اللي انا بخاف منه اذا كان يعمل حساسيه في الاوقات دي من السنه، اذا كنت بخاف من التهابات الرئويه او النزلات الشعبيه الحاده، وبالذات في الاطفال او اصحاب الامراض المزمنه. تخيلي ان لما بيكون جاي لي مريض زي مريض سكر ويقول لي يا دكتور انا لازم ابقى صريح معاك، انا السكر بتاعي مش منتظم، 300 350 400 صدقيني ببقى حاطط ايدي على قلبي. ليه؟ السكر نفسه مرض التهابي بيكون خلايا التهابيه في الجسم. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، اوريدي هو عنده التهاب، طب انا هخفف ده ازاي وهو جسمه عايم في سكر؟ يعني بمعنى صح ان ينمو البكتيريا او الميكروب بطريقه اسرع كمان من الشخص الطبيعي. يبقى هنا عنده المناعه قليله جدا. الكولوسيس في النقطه دي هينفعني، هينفعني في حاجتين، هينفعني انه يبدا يعالج المرض او التعب اللي عندي، وهيعالج كمان مرض السكر انه هيبدا يزود نسبه الانسولين عنده في الدم، مقاومه الانسولين تبدا تقل. عشان كده دايما كنا بنقول ان الكولوسيس وقائي هو علاجي. أوكي. بالنسبه لناس كتير. يعني هو النهارده بنتكلم عن فيتامين مصري 100% مناسب لاصحاب الامراض المزمنه، كبار السن، للاطفال، للحوامل، لكل الناس. عايزه اعرف حاجه، الجرعات بتختلف من سن لسن؟ بتختلف لان دايما الكولوسيس هو بيخاطب الاستمراريه. يعني ايه الاستمراريه؟ يعني يا جماعه انا مش زي اي فيتامين بيكتبه لي الدكتور بمشي عليه شهرين وارجع للدكتور، لان الفيتامين ما ينفعش امشي عليه فتره طويله. ولكن الكولوسيس هو جرعه وقائيه مستمره عليها، لانه بيديني الجرعه بتاعه جسم اللي محتاجها من فيتامين الف او د او الاوميجا 3. النقطه دي مهمه جدا جدا. انت حضرتك ذكرت ان الكولوسيس مصري 100%، ودي شيء كلنا نفتخر بيه. ولكن المادة الفعالة بتاعت الكولوسيز اللي هو زيت كبد الحوت، عايزين نقول ان جميع دول العالم بيستوردوا من مكان واحد فقط لا غير، لان زيت كبد الحوت ما بيستخلصش غير من نوع معين من الاسماك اللي موجود فقط في بلد زي نيوزيلندا. فعشان كده زيت كبد الحوت تصنيعه مرخص من وزارة الصحة. انا بتكلم عشان في بعض المشاهدين ممكن يقول لك طب ما انا هجيب زيت كبد الحوت المستورد من بره. طب ما هو نفس المادة، هي دي وأرخص. مفيش دولة تانية بتدي، وأكيد أرخص طبعا عشان التسعيرة الجبرية ووزارة الصحة والتفتيشات لابد إنها تبقى محجمة النقطة دي. ولابد إنها حاطة لها تسعيرة معينة محدش يقدر يخرج عنها. إلا غير الدواء المستورد ما بيبقاش تحت إشراف وزارة الصحة. فبالتالي غير خاضع لإشراف وزارة الصحة، يبقى إذا هيتلاعب في السعر بتاعه، وده شيء أنا ذات نفسي كطبيب ما بحبوش، لأن المريض ممكن يبقى في مريض قادر وعشرة لأ. كولوسيس متاح في كل صيدليات الجمهورية. عايز أعرف حاجة، إيه الفرق بما على سيرة بقى زيت كبد الحوت لأنه غالي بالمناسبة جدا، مظبوط، إيه الفرق بين زيت كبد الحوت وزيت السمك؟ بص، إحنا زيت السمك هو الأوميجا 3 فقط لا غير، حلو، لكن زيت كبد الحوت هو جمع بين ثلاث حاجات أهميتهم زادت قوي في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا، بالخمس ست سنين اللي فاتوا كمان، لأن فيهم فيتامين د اللي هو اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين ا. زمان كناش نعرف غير زيت السمك. حلو. اما زيت كبد الحوت لما تم اكتشافه فوجئنا ان هو لا، ده بيحتوي على اوميجا 3 فيتامين د وفيتامين ا، والثلاثه ما يستغنوش عن بعض. يعني اللي عايز ياخد السمك مفيش مشكله، بس لازم تاخد سورس برضه جرعه ثانيه من فيتامين د وجرعه ثالثه من فيتامين ا. كده انا خدت 6-7 كبسولات في اليوم، كتير جدا على المعده. في حين الجرعه بتاعت الكولوسيز هي كبسوله واحده من سن سنه لسبع سنين، وباكد من سن سنه لسبع سنين، دي مهمه جدا النقطه دي. ازاي يا دكتور؟ لان الجهاز المناعي في حاله ضعف شديد من اول الاطفال الصغيرين، وانا محتاج اعمل نمو زي اي حاجه في الدنيا بتكبر من الصغير للكبير. النضوج ده بيتم دايما على مرحله المدارس، يعني بمعنى صح بيقول لك اه ده دخل مدرسه، دخل خمسه ابتدائي، رابعه ابتدائي، مش عارف ايه، خلاص بدا الجهاز المناعي ما بقاش يعي زي الاول. عشان كده دايما كل ام توافقني في ايه؟ تقول لي انا ابني وهو صغير كنت بوجهه كتير عند الاطباء. كل ما بيكبر الواحد لا بتبدا تقل زيارته للاطباء. فبالتالي ان الجهاز المناعي بيبدا يزيد معنا. الطفل اللي عنده سنه اقدر اديه له الجرعه ازاي؟ كبسوله بعملها سكويز بسيط كده، زي ما بقول بعصرها، او بمعنى صح بعمل لها زي نظام بابره كده بسيطه، وبنزل منها نقطتين على اي حاجه بيحبها الطفل. اما فوق سبع سنين
بياخد كبسولتين. طيب خلينا ننوه ان كلوسيز متاح في كل الصيدليات، كمان هو حاصل على ترخيص وزارة الصحة. لحد هنا للأسف بتخلص فقرتي مع دكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض الصدر والبطنة والمستشار الطبي لشركة AMD. بس مفاجأتنا ودكاترتنا وفقراتنا الحلوة وخصوماتنا عمرها ما بتخلص. باي باي يا زبادي.